الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكل المنضمين للمحاضرة. أنا الفاتح أبو البشر يوسف، خريج كلية المختبرات الطبية جامعة الزعيم الأزهري، وأعمل حاليا بسلطنة عمان. إن شاء الله اليوم نبدأ محاضرات أسبوعية أونلاين عبر تطبيق زوم. البرنامج مبادرة من مختبر ستار كير لعمل محاضرات في مجال المختبرات الطبية. خلال البرنامج نتناول عرض البحوث التي أجيزت لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات السودانية، وكذلك بحوث اختصاصي المختبرات الطبية من خارج السودان. كذلك البرنامج يتناول محاضرات علمية في مختلف التخصصات لتطوير المختبرات الطبية. البرنامج يستهدف طلاب المختبرات الطبية والخريجين والعاملين وكل المهتمين بقضايا المختبرات الطبية، والدعوة لكل الباحثين وعلماء المختبرات الطبية للمشاركة، ولكل الراغبين في المشاركة التواصل مع مختبر ستار كير للتنسيق. اليوم إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة مع الزميلة نجية سليمان أحمد. والسيرة الذاتية للزميلة النجية سليمان، النجية حاصلة على بكالوريوس من جامعة النيلين، Faculty of Science and Technology, Biochemistry and Molecular Biology. كذلك حاصلة على بكالوريوس في علوم المختبرات الطبية من جامعة أم درمان الإسلامية. كذلك حصلت على تمهيدي ماجستير من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. في 2017 حصلت الزميلة على الزمالة الأمريكية في تخصص كيمستري ASCPI. عملت بعدد من المستشفيات بالسودان، وحاصلة على عدد من الكورسات، منها كورس في ضبط الجودة وكورس في البايو انفورماتيك. نشرت عدد من البحوث، أهمها Overview of Galactosion Cancer, Estimation and Assessment of Plasma Reduced Galactosion Status among Sudanese females with breast cancer undergoing chemotherapy. وهي حاليا طالبة بجامعة الجزيرة كلية المختبرات الطبية تحت إشراف أستاذنا الكبير الدكتور عمر بلا إبراهيم، وحاليا هي تعمل في المجمع الصحي للمديرية العامة للخدمات الطبية ديوان البلاط السلطاني صلالة. ونبدأ المحاضرة الآن. الكلمة معك الأخت نجية، ممكن تبدأ المحاضرة. شكرا. ستار كير ميديكال لابوراتوري. أولا السلام عليكم جميعا داخل وخارج السودان. تحية طيبة، يسعد مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء نود أن نشكر دكتور الفاتح على مجهوداته الجبارة في تبادل المعرفة بين كل الزملاء أينما كانوا، هو نيابة عن مجموعة ستار كير ميديكال لابوراتوري. زي ما عرفنا الدكتور الفاتح في البداية، أنا نجية سليمان أحمد. اليوم حأقدم لكم presentation brief background about your first step in publication. حقيقة السبب اللي خلاني إنه أعمل أنا presentation إنه كان المفروض المناقشة بتحديد تكون شهر 3، ولكن تم تأخيرها بسبب الظروف الحالية اللي بتمر بيها البلاد. فأنا قمت في الفترة دي، استفدت من الفترة الزمنية دي، قمت عملت publish لي مثلاً 2 paper. paper number 3 under review, still not received the decision from journal. فأثناء العملية دي واجهتني كثير من الصعاب، كثير من التحديات، وقعت في أخطاء جسيمة. فأنا بالنسبة للناس اللي عندهم رغبة يبدوا عملية النشر، عملت البرزنتيشن ده عشان بقدر المستطاع يتجنبوا الأخطاء دي، وعملية النشر بالنسبة لهم تكون عملية سلسة وإسموز. تمام؟ طيب بسم الله نبدأ. Brief background about your first step toward publishing your scientific paper.
The objectives describe how to distinguish between predatory and good reputation journals, understand how to deal with the rejection decision of journals. طيب بالنسبة للناس اللي أنا بسميهم في سنة أولى نشر بيفتكروا إن كل الجيرنالز دي واحدة، أنا ممكن أنشر في أي جيرنالز، ولكن في الحقيقة لا، الجيرنالز دي كلها ما واحدة. في جيرنالز عندها good reputations و high ranking و high quality، وفي جيرنالز عندها poor quality أو بيسموها بالpredatory journals أو الفيك journals. الحاجة دي حنجي نشوفها later on في السلايدات الجاية. الحاجة الثانية اللي هو لما نعمل submission للpaper بتاعك، هو بيجيك مجموعة من الديسيشن من الإديتر بتاع المجلة، فنحن هنشوف إنك بتتعامل كيف مع كل واحد من القرارات دي. طيب why we publish a scientific paper؟ يعني أساساً أنا بفكر بعمل publish ليش نو؟ عندنا مسارين. المسار الأول هو بالنسبة للأندرغرادويت أو البوستغرادويت بيكون mandatory، بحيث إنه مثلاً الجامعة واحدة من الريكويرمنت بتاعتها عشان تمنحك الديجري لازم تعمل publication لبيبر، فهنا بكون الهدف من النشر إجباري، لأنه الجامعة بدون البيبر ما بتمنحك الديجري المحددة. المسار الثاني اللي هو ده دائما للناس البروفيسور اسيستنت، بيكون في التدرج الوظيفي، يعني مثلا عشان يتم الترقيه بتاعته لدرجه وظيفيه اعلى مطلوب منه نقاط معينه بيتم تحديدها بناء على نشره كذا عدد من البيبرز. لكن في النهايه وات ايفر ذا ريزونز انه الادى لعمليه النشر، عمليه النشر عموما بتعمل امبروفز رايتنج سكيل، learning about literature survey gives chance to share your work externally, exchange of knowledge with a peer keeps you updated, motivated others to research. يعني كونك انك تعمل publication paper بتحسن writing skills بتاعك، بتخليك update في المجال بتاعك، متابع اخر التطورات العلمية الحاصلة في مجالك. أضف إلى ذلك بيحصل تبادل للمعرفة بتاعتك مع كل أقرانك داخل وخارج البلاد. تمام؟ طيب I want to publish my scientific paper, what should I do؟ اللي هو السؤال ده دايما بتبادر لأذهان الناس الأندرغراديويت، بقول لك أنا عندي البحث بتاعي لكن ما عارف أنشر كيف وأنشر وين، فبكون زي ما بقولوا تايه في نقاط رايحة عليه. طيب first you need to think which type of paper you want to publish. انت عايز تنشر يا نوع من البيبر؟ السؤال ده ليه؟ السؤال ده لان عندنا حاجه اسمها اوريجينال ارتكل وعندنا حاجه اسمها ريفيو. الاوريجينال ارتكل ده بالنسبه اذا كان البحث بتاعك فيه مثلا ريزلت ودسكشن وكونكلوجن وميثود، يعني حاجه عملتها براكتيكال، هنا ده بكون اوريجينال ارتكل. الريفيو بيكون بيعتمد على انك بتجمع مجموعه من الاراء المختلفه حول طبق معين، بعد ذلك بتجي تضيف عليها انت وجهات نظرك او وجهات نظرك الانتقاديه في الطبق ده، فهنا بتكون ريفيو. فالاوريجينال ارتكلز من الريفيو كل واحده فيهم عندها استراكشر بيختلف عن الثانيه. طيب there are many types of journals but not all of them have a good reputation and high quality to publish. Some journals has a good impact factor and high ranking. In contrast, there's a predatory or bad reputation journals. اللي هي دي زي ما قلت لكم إنه ما كل الجيرنالز سمعتها طيبة أو ما كل الجيرنالز هي reliable في إنه أنا أنشر فيها paper. فلازم من البداية أنا عندي معايير محددة بتوريني إنه هل الجيرنالز دي ذات موثوقية عالية لعملية النشر ولا لا. طيب اللي هي عندنا think check and submit، اللي هي دي انت اول خطوه بتعمل انه انا عايز انشر بيبر، بتقوم بتعمل عمليه بتاع thinking انه انا عايز انشر يا نوع من البيبر، بعد ذلك بتحدد الجورنالز بتاعتك. الجورنال بتاعتك بشوف هل هي good reputation journals ولا fake journals، ثم بعد ذلك بتمشي للعمليه بتاعت submission. طيب so how to know the journal with a good reputation from a predatory journal؟ طيب كيف اعرف انه الجورنالز دي والله هي كويسه و good reputation، انا ممكن اثق انشر فيها البيبر حقتي، وكيف اعرف انه والله الجورنالز دي فيك؟ طيب there are many factors you need to check within the journal website before you start submitting the paper. First, let us take a look at what is called predatory journals, also known as hijacked. طيب قبل ما ندخل في انه نعرف ان احنا ان الجورنال دي هي فيك او برديتري كيف، اولا حاجه ناخد باك جراوند سريع عن البرديتري جورنالز هي اصلا شنو.
طيب كلمة the term predatory journals was defined by Jeffrey Bell, a librarian at the University of Colorado, who observed and systematically analyzed a growing number of academic journals, charging author fee without proper quality check of the submitted and published papers. طيب جيفري ده أصلاً هو أمين مكتبات أمريكي في جامعة كولورادو، لاحظ في الفترة الأخيرة إنه بيتم نشر كمية من البيبر دي هي بتكون عندها poor scientific quality، ما بيحصل لها peer review، يعني just عملية النشر من أجل النشر، ما بيحصل لها أي عملية بتاعة check. فلاحظ إنه كل المجلات اللي بتنشر البيبر بالمواصفات دي بكون همها انها بس تاخد التشارجينج اوثر فيه، بس تاخد القروش بتاعت الباحثين لا اكثر ولا اقل، يعني ما عندها اي ايثيكال كونسيدريشن متعلقه بعمليه النشر. تمام. طيب بيل ده لدرجه انه عمل ليست سماها بالبلاك ليست اوف بيرديتوري جورنالز، يعني حس اذا كتبت في الويب سايت بيرديتوري جورنالز بيزد اون بيل جيفري بلاك ليست بتديكم مجموعة من المجلات اللي هي مدرجة في القائمة دي إنها poor quality journals، فالناس بتتجنب النشر فيها. طيب إذا جينا حددنا النقاط بتاعت إنه الجورنالز دي عارفة إنها كيف فيك، ممكن نقول إنها manuscript are requested to be submitted by email، the contact email address is non-professional and non-journal affiliate، Arabic publication is promised claiming they are indexed by DOG and ECR master, while they are not, there is no clear description of how the manuscript is handled. طيب البرديتوري جورنالز او الفيك جورنالز لما تدخل على الويب سايت بتاع، اولا حاجه بيقول لك just submit your paper within email، وحتى الايميل بيكون الايميل فيك، يعني مستخدمين الجنرال دومين زي الجيميل زي الياهو زي الهوت ميل، يعني حتى الايميل بتاعه ما بيكون تبع الدومين بتاع المجله او الويب سايت بتاع المجله. دي حاجه ما بتلقى انهم عندهم عناوين واضحه للاوفيس بتاعهم، الافليت بتاعهم، مقرهم وين، ده كله بيكون ما في بي او ما في بوكس، صندوق بريد، ما في فاكس، ما في تليفون. كويس. دي حاجة. الحاجة الثانية بقول لك submit your paper and you will receive the decision within 1 week، يعني من خلال أسبوع واحد ممكن يتم لك العملية تحت النشر بأنهم accepted، في حين أنه المجلات اللي عندها good quality العملية بتاعت submission بتاعتهم بتتم بحاجة اسمها tracking system، يعني أولا حاجة بتعمل account في المجلة، بعد ذاك بتدخل البيرسونال انفورميشن بتاعتك، بعد ذاك بيسالوك من الافلت بتاعت البحث بتاعك تم اجراء وين، ممكن يطلبوا منك ابستراكت، وممكن يطلبوا منك انك تعمل سجست للريفيور. البيانات دي كلها اذا انت ما مليتها الصفحه التلقائيه ما بتمشي معاك للصفحه اللي بعدها، فبقول لك انه عندك ايرور. لا، او كمان لدرجه انه ممكن تتابع البيبر بتاعتك دي بتمشي كيف، يعني مثلا اولا حاجه بتخش الاكونت الليله بقول لك لسه البيبر ستيل اندر انيشيشن تشيك، بعد ذاك بعد كم يوم مثلا البيبر ويز اديتر، بعد كم يوم البيبر ويز ريفيور اند سو اون. في المانوسكريبت في البرديتوري جورنالز او الفيك جورنالز الكلام ده ما في، بس بقول لك جست سبميت يور بيبر ويز الايميل ذات از اول. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيقول لك انه والله البيبر بتاعتنا دي الجورنالز دي اندكسد في سكوباس، في جوجل سكولر، في بوب ميد، بعد ذاك حتيجي تكتشف انه الناس دي الفيك، انه هن ما مسجلين تبع الحتات دي. انا اعرف حس كيف انه اعرف انه الناس دي الفيك. تمام. طيب in contrast في المقابل the characteristic of a good reputation journals، الصفات اللي بتميز انه والله الجورنالز دي عندها good reputations high quality، إنها بتتمسك بعملية البير ريفيو. تمام. يعني أي جيرنال عندها عملية البير ريفيو من أولوياتها ديفينيتلي الجيرنالز دي تعتبر ريلايبل، موثوقة، بتنشر فيها بحثك بكل ثقة عالية. أضف إلى ذلك الجيرنالز اللي بتكون تابعة لأفلت كبيرة، يعني لمؤسسات، لمنظمات كبيرة، يعني مثلا زي اللايف يونيفرسيتي أو الكوميرشال بريس are more stable than those added and published by micro press. يعني مثلا عندنا كثير من الجورنالز تابعة لأوكسفورد يونيفرسيتي، ثاني واحدة تقريبا تابعة لكامبريدج يونيفرسيتي. فدائما كل ما كانت المجلة عندها مصدر بتاع التمويل مستغل بذات الدم بتكون هي سوليد، يعني بتكون متماسكة، ما بتعاني من أي فاينانشال كريسيس، أزمات مالية، عكس المجلات اللي بتكون فيك كل الفاينانشال سبورت بتاعها بجهة من الأثر، عشان كده ما بتتوقف معاك في إنها بس هي عايزاك تدفع بتقوم تنشر لك بأي شكل كان.
تمام. journals that are electronically indexed in the large database اللي هي دي انه بعد ما انا انشر البيبر حقتي، طيب البيبر حقتي دي هيحصل لها index وين؟ هيحصل لها فهرسة وين؟ بتظهر في large database website زي ناس PubMed زي Google Scholar زي ISI Web Science and so on. فدي كلها indicator على انه اذا journal اتبعت هذه الخطوات معناه انه دي journal عندها good reputation. طيب اللي هي عملية إندكس الإندكسيشن أو عملية الفهرسة، يعني قال لك consider a reflection of its quality compared to the non-indexed journal. طبعا إنه كل ما كانت الجورنال بتعمل إندكس للبيبر بتاعتها في large database web website فدي دي من الإنديكيتر إنه الجورنالز دي والله كويسة. عندنا من أهم المواقع دائما اللي بيحصل فيها إندكس هي عندنا PubMed، Scopus، Google Scholar، Medline، Cross Reference، هم كتار لكن دل منهم على سبيل الأمثلة. يعني إذا البيبر بتاعتك بعد ما عملت لها submission وحصل لها accept في الجورنال المحددة بعد ذاك البيبر ظهرت في واحد من المواقع دي فده إنديكيتر على إنه الجورنالز دي كويسة. طيب above all what are the reliable journals of publication؟ طيب إحنا من الكلام ده كله كويس الريليبل جورنالز المجلات الموثوقة كيف؟ تمام؟ أو أعرف أنا كيف؟ طيب قال لك the journal that accredited by Scopus or Thomson Reuters. دائما احنا عندنا في الويب سايت ما قلت لكم انه الويب سايت ده هو اللي بوضح لك انه المجلة دي فيك ولا المجلة دي good reputation. بتقول لك انها indexed by Scopus. تمام؟ اللي هم Scopus وThomson عبارة عن companies specialized in accrediting and follow up scientific journals, conference and book and issue impact factor of each journals. بمعنى ناس سكوبس دول هم متخصصين فقط في متابعة المجلات بصورة علمية بحتة، يعني بيتأكدوا انه المجلة دي بتقوم بكل العمليات الethical consideration المتعلقة بعملية الpublication بصورة عامة، يعني بيعملوا peer review، بيعملوا check للpaper. ما يعني همهم الأساسي ما بيكون إنه بس ياخدوا المال من الأثر، بتابع إنه البيب الجورنالز دي بتنشر كم بحث في السنة وعملية السايتيشن، يعني الناس اللي بتاخد المعلومات من البيبر المنشورة دي نسبتهم قدر شنو اللي هي الحاجة دي حنيجي نعرفها قدام بيطلعوا منها ما يعرف بالإمباكت فاكتر. فكل ما كانت الجورنالز هي أكريدييتد بالمؤسسات الخاصة دي الخاصة بعملية الساينتيفيك جورنالز دي بالنسبة للساينتيفيك جورنالز إنه بيحصل لهم فولو أب متابع عليهم بتعتبر مجلات كويسة، ولكن في مجلات بتقول لك إنها هي أكريدييتد باي سكوبس لكن أنت بعد ذاك بتكتشف إنه هي ما عندها أي علاقة بسكوبس ولا مدرجة من الليست بتاعت ناس سكوبس. طيب how to check the accreditation of the journal from Scopus؟ طيب كيف أعرف إنه والله المجلة دي ما هندي في الويب سايت كاتب accredited by Scopus؟ أنا كيف أتأكد إن المجلة دي هي accredited by Scopus؟ كل اللي بتعمله إنك بتشيل التايتل بتاع الجورنالز أو السيريال نمبر بتاع الجورنالز وتمشي تدخل الموقع بتاع Scopus بتخطه بتعمل سيرش. بعد ما عملت سيرش إذا جاتك النتيجة إنه والله فعلاً التايتل ده تابع للمجلة الفلانية مواصفاته كذا وكذا في الدولة الفلانية تخصصه كذا السيريال نمبر لقيت نفس المعلومات دي مطابقة مع المعلومات الذاكراها المجلة المحددة في الويب سايت بتاعها يبقى خلاص دي مجلة هنا موثوقة عندها good reputation كلام الموجود في الويب سايت صحيح. ولكن أحياناً أنت بتمشي تعمل سيرش في سكوبس على حسب ما المجلة هي مدعية إنها هي accredited by سكوبس لما تيجي تعمل سيرش بيجيك no result فهنا طوالي تعرف إن المجلة دي fake أو المجلة دي تعتبر questionable بتخد طوالي تحتها خطين. طيب some of the largest academic journals publisher. طيب دائماً المجلات اللي بيتم نشرها عن طريق دور نشر كبيرة وعندها باع طويل في عملية النشر فبتكون دائماً مجلات كويسة. ليه؟ لأن المجلات دي بتتبع الأسس التعليمية أو العلمية الصحيحة في عملية النشر من الـ peer review، من الـ check structure، من الـ grammatic structure، من الـ argument، من الـ novelty، إنها قدمت حاجات جديدة، دي كلها حاجات بتاخدها في عين الاعتبار. دور النشر الكبيرة دائما المجلات التابعة عليها بتكون مجلات عندها good impact factor اللي هي عندنا زي Elsevier، Springer، Willy، and Oxford and Taylor. بالإضافة لهم في تاني Cambridge، دي كلها دور نشر كبيرة المجلات التابعة عليها مجلات كويتة. طيب
عندنا general abbreviation which related to scientific paper publication. طيب انت طالما عندك الفهم على انك تعمل عملية بتاعت publication لبيبر حقك وتدخل المجال بتاع النشر بصورة عامة، في بعض ال abbreviation لازم تكون عارفة اللي هي بتساعدك في تحديد جودة ودقة المجلة. طيب منها ما يعرف حاجة اسمها بال impact factor اختصار IF. الامباكت فاكتور قال لك هو عبارة عن number granted to scientific journals to evaluate the journal depend on the number of research published in journal and on the use of the journal research as a source or citation. طيب الامباكت فاكتور ده بتم حسابه كالآتي، انه بشوف والله انه المجلة دي في الفترة الزمنية المحددة عملت publication لكم paper، وبعد ذاك بيجي يشوفوا عملية السايتيشن انه حتى البيبر اللي نشرته المجلة دي كم شخص استسقى منها المعلومات او اعتبرها كمصدر للمعلومات، بناء عليها بيطلع الامباكت فاكتور. طيب if every journal claims has impact coefficient means is certified، يعني طيب هل اي جورنال، طبعا لانه احنا لما نفتح الويب سايت بتاع الجورنالز بتلقى بالجنب مكتوب لك مثلا impact factor 2.5 7.2 1.2، هل الامباكت فاكتور ده صحيح؟ نو. There are publishing journals that gives themselves an impact factor or institutions that grant impact factor but they are not accredited. ما بيكون صحيح. فنحن الحاجة دي بنحددها كيف؟ بنرجع لأنه أي جورنال قالت هي معطي impact factor بمؤسسة معينة، ما علينا إلا نرجع نعمل تشيك لاسم المجلة دي في المؤسسة المنحتها الامباكت فاكتور. إذا ظهرت لنا معناها it's okay، إذا ما ظهرت لنا معناها مجلة fake. طيب عندنا تاني الـ SGR اللي هو الـ SCI Amigo Journal Ranking. طيب هو نفس فهم الـ Impact Factor في إنه برضو بيعمل بيحدد كمية البحوث المنشورة في journals معينة في وكمية الـ Citation الحصلت من الـ Paper دي، بس أضف إلى ذلك إنه في الـ SGR حتى بحدد لك لدرجة إنه الـ Citation دي تم بياتو فئة من الناس، هل معظمهم أكاديميك؟ هل الناس ديل مثلا متخصصين في مجال معين؟ هل هم اندر جراديويت؟ هل هم بوست جراديويت؟ اند سو اون. يعني دي بسموها تقريبا بحاجه اسمها بالجورنال برستيج، اللي هو بحدد لك الناس ذاتهم اللي اخذوا السيتيشن من البيبر المنشوره نوع شنو او من ياتوا فئه اكاديميه. تمام؟ طيب دائما الـ SGR بتستخدموا السكوبس والزيفر، يعني المجلات اللي بتنشر عن طريق سكوبس وإلزيفر الرانكينج بتاعها والتصنيف بتاعها بالاس جي ار ليست لازم تكون موجوده. طيب الاثنين الامباكت فاكتور او الاس جي ار فهم واحد في انه بيعملوا رانكينج ميجرمنت للرانكينج للجورنالز كواليتي. تمام؟ طيب عندنا تاني حاجة اسمها الـ ISSN اللي هي الـ International Standard Serial Number، وعندنا الـ DOI اللي هو الـ Digital Object Identifier. طيب الـ ISSN ده هو زي الـ ليسن تقريباً بيتم إعطاؤه لكل مؤسسة أو كل شركة أو حتى كل journals بيكون عندها ISSN خاص بيها. برضو في بعض الجورنالز بتدعي إنه عندها ISSN، بعد ذاك لما تيجي تعمل تشيك بيطلع الموضوع فيك. أنا دي حصلت لي شخصياً إنه في بعض المجلة عامله ISSN، انا لما عملت كوبي للاي اس بتاع المجله وعملت له تشيك في الويب سايت بتاع الانترناشنال سيريال نمبر طلع انه الاي اس ان تابع لمجله ثانيه، فعرفت انه المجله دي اتس نوت اوكي، او ممكن اقول لك نو ريزلت. تمام؟ الدي او ايضا بنلاحظ له انه لما نجي نعمل داونلود لبيبر معينه فبقوم بقول لك انه مثلا البيبر دي بتوريك انه مثلا الاوثر الفلاني نشر في المجله الفلانيه، العنوان ده تابع يعني تم نشره في الفتره الزمنيه كده، يعني كرقم تعريفي لبيبر معينه او لاوثر معين، انه بتحفظ حقك بمعنى اصح انها بتحفظ لك حقك انه المقاله دي تابع عليك وده الدي او اي بتاعك. طيب عندنا GACR اللي هو Journal Citation Report، وده مهم انه بيبروفايد انفورميشن اباوت اكاديميك جورنالز ان ذا ناتشورال ساينس اند سوشيال ساينس انكلودينج امباكت فاكتور. برضه نفس الحكايه بيعمل فولو اب للاكاديميك جورنالز، هل هي متبعه زي ما قلنا الاسس الصحيحه في عمليه النشر ولا لا. DOAJ the director of open access journals اللي هو ده كل ال open access، اي journal بتدعي انها هي open access لازم يكون حاصل لها عمليه بتاعت listing في
الدي او اي جي، يعني اذا اي مجله قالت هي اوبن اكسس لكن ما مدرجه ضمن الدي او اي جي، دي برضو مجله تحت الفي خط. طيب suppose you have checked well through different journals website taking into account the previous mentioned information, finally you found the reliable and suitable journal for your paper. So what the next step? طيب نفرض انه خلاص انك حددت اولا حاجه عندك يا تو بيبر هي اوريجينال ارتكل ولا ريفيو، وحددت الجيرنلز وعملت تشيك للحاجات دي كلها من الويب سايت بتاع الجيرنال، لقيت انه فعلا الكلام المدعياه هو الجيرنلز الصحيح والجيرنال محصل لها كريديتد بمؤسسات معينه. What's the next step? طيب after submission you will wait for the editor decision. The average turnaround time to receive the decision within 1 to 2 months, sometimes maybe reach to 6 months depending on the journals. بعدك انت طبعا بعد ما تعمل submission بتنتظر القرار بتاع المجلة. طيب the expected decision either accepted, rejected, revision or transfer. طبعا القرار بيجيك يا اما accepted، طبعا اذا حصل لك accepted معناه خلاص خير وبركة ما في اي اشكالية. إذا حصل لك ريفيجن معناه بتعمل ريسميت إنه الحاجات اللي عايزينك تعدل أو تعيد إعادة السميشن مرة تانية. ترانسفير ده بكون في حالة إنه مثلا المجلة شايفة إنه والله البيبر حاجتك هي كويسة لكن ما من ضمن التوبيك اللي بتغطيها المجلة، فهون شايفين إنه المجلة الفلانية أفضل للبيبر حقتك فبيقترحوا عليك إنه نعمل ترانسفير للبيبر حقتك. وفي النهاية دي up to you، في عندك إنك ممكن تقبل تقول لهم أيوه أوافق، ممكن تقول لهم لا. وفي العملية بتاعت الريجكشن، طبعا الفوكسين كله بيكون في عملية الريجكشن. In my view I think the important decision is rejection، يعني أنا بحس إنه الريجكشن هو أهم قرار. ليه؟ Because that means the one of the important point is missed in your paper, then you need to turn back again and check what is the wrong you did exactly in your paper. معناها في something wrong في البيبر دي، فإنت محتاج تعمل خط رجعة تعالج الخطأ الموجود قبل ما تعمل resubmission مرة تانية. أنا شخصيا حصل لي rejection 5 مرات، transfer 3 مرات، to acceptance البيبر الثالثة still under review لسه ما جاني الغرام but I hope it accepted. طيب قل لك even the rejection could be attributed to different reasons. طيب العملية بتاعت rejection دي بتكون تحصل لثلاثة أسباب أو بيتم حدوثها في على 3 مراحل. يما يكون rejection attributed to authors themselves، يعني المشكلة تكون منك أنت أو المشكلة تكون rejection جاي من الإديتورز أو جاي من الريفيور. طيب في حالة إنه rejection جاي منك بيكون المشكلة إنه مثلا زي wrong structure of paper content, poor scientific writing or grammatical mistake. I fallen this mistake before. ال wrong structure of paper دي حصلت لي أنا في إنه مثلاً أنا كنت بعمل submission للpaper باعتبار إنها هي original article وبيحصل لي rejection. فلما قمت عرضتها على ناس عندهم خبرة في عملية النشر، فأول تعليق كان قام وقال لي أنت عاملة الintroduction غلط، فأنت عاملة الintroduction باعتبار إنها literature review كتبها 2 pages، وأنت في حين إنه paper حقتك original article المفروض ما تفوت أكثر من نص صفحة. فده هنا wrong structure paper من الأسباب الرئيسية اللي كانت سبب في rejection. أو مثلاً poor scientific writing، يعني حتى المصطلحات ما مستخدمة بصورة علمية صحيحة. grammatical mistake دي واضح لأنه إحنا كلنا طبعاً non-native speaker، ففي حاجات إحنا بنشوفها مثلاً بسيطة لكن هم لما نيجي يعملوا عملية بتاعت editing فممكن تكون من أسباب الرفض إذا ما أنت عملت شكل البيبر حقتك قبل ما تعمل لها submission. طيب الأسباب المتعلقة بالإديتور ريجكشن اللي هي أول سبب فيها بيكون نتيجة للبلجرزم. طبعاً البلجرزم ده كله جيرنالز عندها نسبة معينة بتكون محدداها إنه المفروض البيبر ما تتخطى، يعني مثلاً تقول لك البلجرزم 15% أو 20%، إذا لقوا نسبة البلجرزم في البيبر أعلى من كده فده ديفينيتلي بيؤدي للريجكت للبيبر دايركتلي. حتى البلجرزم ده ذاته أنواع، يعني ممكن يكون أنت ذاكر معلومة ما ذاكر الريفرنس، ممكن تكون ذاكر معلومة لكن ذاكرة بصورة خطأ أو الريفرنس بصورة خطأ، وممكن تكون ذاكرة المعلومة كما هي من غير ما تعمل أي ريفريزنج في البيبر، فدي كلها تعتبر بلجرزم. طيب أو ممكن يكون مشكلة إنه البيبر بتاعتك هي ما ماتشينج مع الإيمان سكوب بتاع الجيرنس، ودي حينة في إنك من البداية أنت بتشيك على أو بتعمل تشيك على الإيمان سكوب بتاع المجلة قبل ما تعمل سميت. بالنسبة للريفيور، الريفيور لما يكون عندك مشكلة ما مقتنعين مثلا بالسامبل سايز،
مشكله بتاعت statistical analysis، في انه مثلا والله مثلا دي بتحدث، الناس استخدموا المين مع الستاندرد ايرور، المفروض المين يستخدم مع الستاندرد ديفيجن، الميديان يستخدم مع الستاندرد ايرور، يعني الاخطاء دي الريفيور قاعدين يلاحظوا ليها، او مثلا عموما البيبر بتاعتك ما فيها حجه مقنعه بالنسبه لهم تخليهم يعملوا ليها اكسبتد. طيب how to deal with the rejection decision. طيب انا في النهايه قلت لكم بالنسبه لي من وجهه نظري اهم قرار هو الريجكشن. طيب لما انا افتح الايميل ويجيني مثلا والله we regret to inform you your paper has been rejected، يعني كلمه rejected دي خلاص بتخليك انك تكون upset، تدخل في حاله بتاعه دبرسه، او ممكن تعمل give up عديل من الموضوع بتاع البابليكيشن. ولكن في الحقيقه قال لك you have right to get angry، however you should start again and learn from your previous mistake. فانت بعد ما تاخذ العمليه بتاعت الزعله بتاعك لابد من تعمل خط رجعه وتشوف المشكله شنو. اهم حاجه في عمليه الريجكشن دائما بيجيك معاها الكومنت من الايديتور اللي هو بيكون ذاكر لك السبب بتاع الريجكشن، فانت بناء على السبب اللي هو ذاكره لك بتعمل تعديل في البيبر بتاعك، فبالتالي لما تيجي تعمل لها ريسبمشن مرة تانية حتى لو كان في مجلة تانية مش في نفس المجلة، فبتقلل فرصتك بتاعت الريجكشن مرة تانية لأنك بتكون عملت تعديلات جوهرية. طيب السمري حق الكلام ده كله بيقول إنه determine which type of paper you want to publish, looking for a good reputation journals, check your paper match with the journal aim and scope before submitting, deal with editor decision with open mind. And I recommend it to read 12 weeks a guide to academic publish success written by Wendy. حقيقة أنا الكتاب ده يعني بعمل recommendation شديدة جدا إنه الشخص اللي يادوب في سنة أولى نشر إنه يطلع عليه، لأنه صراحة يعني أنا شخصيا لما قريته هو ممكن نقول عليه how to note أو how to deal أو how to publish a paper from A to Z. تمام، يعني مش جس في 12 ويكس، لأن ويندي دي ذاكرة فيه نقاط مهمة جدا 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 لأي زول في بداية مسيرته مع برامج النشر of scientific paper وبالديتيلز، ويعني يعني زي ما بقوله خطت خبرة حياته كلها في الكتاب ده، فكتاب مفيد جدا أنا بوصي به لأي زول عايز يدخل المجال بتاع النشر. هنا عندنا الفيديو ده كان I publish my scientific paper in a high impact journals، ما عارف أنا إذا شقلته احتمال يكون في مشكلة من الصوت أو الصوت ما يكون واضح، لكن أنا بعد ما حضرت الفيديو ده الconclusion اللي هي ذاكراها قالت إنه your writing skills can greatly influence whether your paper is accepted or rejected، اللي هي دي بترجعنا للنقطة الأولى في إنه واحدة من الأهداف الأساسية اللي أنا لما أعمل publish paper to improve my writing skills. فهي قالت انه من خلال تجربتها باعتبار انها كأوثر ريفيور انه دائما العمليه بتاعت الاساس هي اللي بتحدد لك الاتجاه بتاع البيبر، يعني مثلا لما يشيلوا الريفيور او الايديتور يطلعوا على البيبر بتاعتك بيشوفوا مستوى الساينتفك رايتنج بتاعك، فكل ما كان الساينتفك رايتنج السكيلز بتاعتك اكيوريت دي حاجه بتخليهم انه او تخلي الورقه بتاعتك يحصل لها باس من الايديتور تمشي للريفيور، لكن اذا كان الاستراكشر بتاعك بتاع البيبر او الرايتنج بور ساينتفك رايتنج فدي تكون واحده من الاسباب الاساسيه لانه بيحصل لها ريجكشن. عموما الفيديو ده موجود في الباوربوينت، يعني ممكن تسمعوه برواقه. ده برضو فيديو أنا عملاه كعرض عموماً بأنه نحن فعلاً في المجتمع بصورة عامة المجتمع الأكاديمي عندنا مشكلة في عملية النشر وكيف نتحصل على المعلومات الأولية والأسباب اللي بتواجه البحث بصورة عامة. برضو نفس الحكاية إذا شقلتوا احتمال تواجهكم مشكلة مع الصوت، فموجود في البريزنتيشن في الباوربوينت. دي الريفرنس، وبعد كده any questions I'm done. ما في حاجة صح؟ طيب سريع كده within 2 minutes 3 minutes أنا ممكن أعمل summary بالنسبة للناس أجو داخلين حسي وما حضروا البرزنتيشن من البداية. الفكرة إنه قلنا نحن كيف بنحدد الgood journals من الbad journals، ورينا المعطيات معينة في إنه الgood journals بتعمل peer review، عندها systematic tracking للبيبر، الديسيشن بياخد 1 to 2 months العكس تماما في البريدتوري جورنالز او الفيك جورنالز، السبمشن بيكون within 1 week، الديسيشن السبمشن بيكون بفيك ايميل،
تاني بالمختصر المفيد، قلنا على من تعمل سبميشن للبيبر بتاعتك بتجيك 3 قرارات، اللي هو الاكسبتنس والريفيجن والترانسفير. اهم واحد فيهم او الرابع الريجكشن، اهم واحد هو قلنا الريجكشن، لانه الريجكشن بيوريك انه في سمثينج رونج في البيبر بتاعتك، فانت ما تتعامل مع العمليه بتاعت الريجكشن بصوره شخصيه، بالعكس انت تستفيد منه في انه تصحح الاخطاء وتزيد من فرص قبول ورقتك مره اخرى. طبعا حقيقه في الريجكشن ده برضو انا بحس انه الناس ديل فير شديد، لانه انت البيبر بتاعتك دي لما يتم نشرها في ناس تاني بيجوا بيعتمدوا على البيانات المذكوره فيها، وفي تجارب كامله ممكن تكون قايمه بناء على البيبر دي، فما ممكن يجاملوك ويعملوا بيبر اكسبت جست فروم جست تو اكسبت، يعني النشر القبول من اجل القبول، لا، فلازم يكونوا دقيقين ولهم الحق انهم دائما نسبه الريجكشن بتكون اعلى من 60% في معظم الجيرنالز البير ريفيو. كويسه، قلنا كيف بنتحقق ان الجيرنالز دي هي كويسه ولا ما كويسه؟ في انه بندخل الويب سايت بتاعها وبنعمل تشيك لكل الاكريديات اللي هي مدعياها في الويب سايت، في بابميد بعمل تشيك في بابميد، اذا في جوجل سكولر بعمل في جوجل سكولر، في سكوبس بعمل تشيك في سكوبس، اند سو اون. تمام، ده كده بالمختصر المفيد البرزنتيشن كان. ما عارفه بتيح فرصه للاسئله عن طريق الشات، إذا ما في أسئلة أحول الهوست لدكتور الفاتح ممكن يواصل معكم. يلا، مشكورين جزيلا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم وفي أمان الله. طيب، إذا ما في أسئلة نختم. في الختام نشكر كل المشاركين، وشكر خاص للزميلة نجية سليمان، ونلتقي الأسبوع القادم إذا مضى الله في الأجال. السلام عليكم ورحمة الله.